مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر، يصعب اليوم إيجاد الكمامات أو المعقمات بالصيدليات، وإن وجدت فبأسعار تفوق المعتاد. C'est pas évident de trouver déjà les gels hydroalcooliques d'eau une mousse chouïa, même les bavettes on les trouve difficilement chouïa, mais on arrive quand même à satisfaire le les clients. Il y a une forte demande, surtout par rapport au coronavirus quand il s'est installé en Algérie. Donc ils ont annoncé des cas en Algérie. Les malades, les gens, les personnes, ils ont la pharmacie. ولمواجهة الندرة في الكمامات يقترح الأطباء صناعتها يدوياً. نأخذ زوج ورقات نتاع هاد الورق ولا لي ديزيسويتو كنا دون لا كوزين. فابريكي ان ماسك ميزون دون سو سونس نطبقه ساهل نطبقه هكذا. فوالا. ونعاودو نطبقو. تان دو بابيي يخلص. هاهو. هلا تقدروا تلصقوا مام خيط منا ومنا تربطوا وافراد العائله يديروها هاي الكمامه تاعنا في الكوبرت اي في البريفير كو جو فاس ان بليغون. طريقه بسيطه تسمح بالحصول على كمامه تستعمل لفتره قصيره. نفيدو الناس بالكمامه في البيت ولا ما كانش لي جال سوغ لو مارشي يقدروا يديروا شويه ان جال كوم ان جال دوش اي اجوتي كلكو غوت دالكول اي ميتر دون ان بيتي فلاكو اي يوتيليزي. يعني سي با لورجونس كي ما كانش ما نديروش لازم تخدمو وحدك في الدار ان بو دو ان بو دو جال دالوفيرا باش ما تنشفش البشره وكلكو غوت دالكول ان بو دالكول dans un flacon le secouer et l'utiliser. على الرغم من تطمينات الوزارة الوصية من توفر قرابة 20 مليون كمامة غير أنها مخصصة للمستشفيات فقط، بينما ينصح بارتدائها لكل مصاب بالأنفلونزا تفاديا لاحتمال انتشار الفيروس.